اجيال انتما دروك هذاك شهر العسل واش فيه 30 يوم ولا فيه 31؟ هذا واحد الامام ديال الجامعه قال لهم تاركوا الصلاه لا يلتقي مع زوجته في الجنه لغد الجامع ما بقى كيجي لي تحد. اي لا تقارن حبيبتك بامراه اخرى قد تكون الاخرى ورده ولكن يشمها الجميع فرد بالبصله اللي عندك وخليك ساكت. اي واش في اخباركم باللي البنت القصيره عندها لسانها طول من الحرب العالميه الثانيه؟ دخلت عليك بالله وبغيت نسولك واحد السؤال ولا ما جاوبتنيش غادي يبقى عليك التقليد من لهنا حتى لهنا. حلفي باللي ما مصاحباش مع جوج. حق الله العظيم كو كانوا العيالات هما اللي كيخطبوا الرجاله كرة جامع القيسان سالت بالزواج حيت العيالات عندهم الكلمه على الرجاله. اي انهار عرسها بدا كيضحك هو يقول ليها عقلتي فاش قلتي ليا الا رجعت معاك رانا كلبه؟ قالت لي عقلت يا حبيبي عقلت. هو يقول ليها يلا نبحي درك. اي هذا واحد المغربي قالوا لي غادي نعطيوك النص في المغرب غدخل سوق راسك. هو يقول لهم والنص الاخر لمن غتعطيوه؟ اي تحيه لاي بنت كتمشي في الشارع مخنزره باش ما يدوي معاها حتى شي واحد ورغم ذلك كتلقى شي مسخوت تابع ويقول لها ومال الزين معصب مالو. اي كتلقى واحد خارج مع وحده عريانه كامله وكتلقى حاضيك حتى واش كتشوف فيها ولا لا. اي خلاو عبيدات الرما ما يديروا الزيوفه عن منتوفه. اي كتلقى وحده شاريه عكر ب 400 درهم وعاطيه شلاقه من واحد اخر كيكمي الشقوفه. هذا واحد خينا ماتت لي مراته مسكين بدا كيبكي يبكي يبكي وبداو يشوفوا فيه الناس كاملين وتاثروا به وبداو كيبكيو حتى همايا هما يسولوا قالوا لي واش كنتي كتبغي هذا الدرجة؟ قال لي من لا راني غا سمعت باللي البكاء كيعذب الميت. كيسحب لك غا جوج تبيع الدريات في الزنقه راه والله الا ما كنتي كلب صحيح اللي درتيها. واحد خينا سول مراته وقال لها شنو هي الحاجه اللي فرحتك في العلاقه ديالنا؟ هويا تقول لي النهار فاش حصل لي معاك خويا وعطى قتله ديال العشاء. هذا واحد خينا صون على واحد لفقي ويقول لي الله يرحم جد بوك الا ما كتب لي واحد الكتاب باش نولي نسيطر على مراتي ونحكم فيها راه هي اللي حاكماني. هو يقول لي لفقي بلاتي نغسل على الماعون ونكتب لك. اي هو يسكر باش ينساها وهي تسلي باش يرجع ليها. الشيطان صندارته تقطعت بسيروجي من البار للجامع. اي الفتاة التي لا تضع مكياج وتكتفي ببعض اللمسات فهي شخصية ذات قوية وجذابة وراقية جدا. اسمعتي يا العلبة المائية يا لوحة الفنون التشكيلية يا النشاط العلمي ديال التحضيري. هذا واحد الراجل عدو جوج ديال الدراري وشاك باللي شي واحد فيهم ماشي ولدو. امشي عند واحد الراجل حكيم ويعطيه واحد الخطه خطيره. قال لي شوف ملي غتفيق الصباح غادي تمشي للبحر على النبوري غترسم واحد الدائره كبيره وغادي تنعس فيها حتى الصباح وتفيق واللي لقيتي خارج من الدائره عرف راه ماشي ولدك. هذاك الشيء اللي دار مشى رسم الدائره نعس في الدائره بقى حتى الصباح من اللي فاق لقى راسه هو اللي خارج من الدائره. ونوض نوض والاخوة القضية راه مخربقة من وقت جدكم. دي واحد المرة قالت الراجلها قالت ليه الا كنتي كتبغيني نوض ذبح لي السبع. قال لها السبع راه صعيب طلبي شي حاجة أخرى نقدروا نحقوها ليك. قالت لي عطيني الواتساب ديالك نشوفو. قال لها بغيتي السبع رومي ولا بلدي؟ دي واحد الأستاذة سولت واحد التلميذ قالت لي قول لي شنو كتعرف على أينشتاين؟ قال استاذ راه ما كنعرف عليه والو. قالت لي شتيشك وكنتي كتقرا مزيان ومتبع الدروس ديالك كون عرفتيه. سكتوا واحد شويه ويسولها. قال لها استاذ نسولك. قالت لي سول. قال لك تعرفي امينه؟ قالت لي شكون امينه؟ قال لها شتيك وكنتي متبع راجلك كون عرفتيه. اي هذا واحد المغربي تزوج بواحد المسيحيه بقى كيتكلم ليها على الاسلام يوميا حتى سلمت وبدات كتصلي. اي وملي جات المغرب عند العائله ديالته دوزت معاه واحد السيمانه وهي تسولو وهي تقول لي العائله ديالتك امتى غتسلم؟ دي واحد الدريه دخلت لدارهم عنقها كامل حمر. وهي تسول امها قالت لها اش يا بنتي اش هذاك العنق عندك مالو كامل حمر؟ قالت لها الناموس قرصني. قالت لها هذا الناموس ناوي يجي يخطب ولا غيبقى يقرص فيك؟ اي تبلوكيني حين تزوجتي ولا تخطبتي بالنسبه ليا عادي جدا
ولكن تبلوكيني حنت بديتي كتصلي، كنبغي نقول لك من هذا المنبر سيري الله ياخذ فيك الحق على نقرعة ديال الشراب. هذا واحد خينا طلاب امشى عند واحد مول فرنسا قرام كيبيع الخبز، هو يقول لي خويا راه شي سيمانه ما داقت الخبز، هو يقول لي داك السقرام وراه المذاق ديالو باقي هو هو كاع ما تبدل اسيا. هذا واحد الكلب جا اكتئاب وما يدوه لباريس ويقنط، هما يديو الميريكان زاد جعر، اداوه لسبليون زاد مرض، اجابوه المغرب وهو يقول لي الله هذه هي العيشه ديال الكلاب. هادي واحد الدريه قالت لامها خاصني نطلق من راجلي رانا ما بقيتش باغا نعيش معاه، وهي تقول له علاش بغيتي تطلقي منه؟ قالت ليها راه كيخونني، وهي تقول ليها امها وباش عرفتي كيخونك؟ قالت ليها راه البارح قال لي بلي كان بيت مع محمد هو كاع ما بيت مع محمد، وهي تقول ليها وباش عرفتي كاع ما كاين بيت مع محمد؟ وهي تقول ليها وراه محمد كان بيت معايا. هنا غادي نقول لكم العيالات شنو هو المفهوم ديال الراجل المغربي حاليا. المفهوم ديال الراجل المغربي هو ملي يدخل الحياه ديالك خاصو وينسيك في جميع الهموم ديالك، وينسيك في جميع المشاكل ديالك، ويدير لك مشاكل جديده. الراجل المغربي عدو ثلاثه ديال الحوايج في هذه الدنيا، عدو وحده كتبغيه هو ما كيبغيهاش، وحده كيبغيها وهي ما كتبغيش، وحده ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع هي مراته. كنت باقي صغير مشيت مع الوالده للعرس وانا نتودر ليها، هما يسولوني العيالات قالوا لي انت ماما كشنو لابسه؟ قلت لهم لابسه قفطان ديال خالتي. اشتي لك انت تصيفطي لي الميساجات وكيتعطل عليك، هذيك راه ما سميتهاش الهيبه، هذيك راه داتو لك هيبه شخصيا. ناري الاخوان عرفتو طلعت الكار جلست قدامي واحد الدريه كتهضر في التليفون، الله اعلم مع من كتهضر. المهم سمعتها كتقول له راني جالسه في الدار مكمشه عيانه ما فيا اللي خرج. انا غير سمعتها وانا نعيط في الجد الكريستون، قلت له والكريستون واش حنا غادي نمشيو في الطريق العاديه ولا غنمشيو في لوطوروت؟ ربي تسالي العطله بكري يا ربي، راه توحشتها. ماشي القرايه حب قلبي. اي وما تكونيش تتيمو ملا بزاف، مره مره وربي ليهم من الدار وخليهم حتى هما يعيشوا شويه ديال الرعب. اي اشتي حنا الرجاله بصراحه حنا حنان على العيالات. اي تصور معايا درك المره ملي كتخاصم مع راجلها كتولي كتكره هو وكتكره جميع الرجال، ماشي بحال الراجل ملي كيتخاصم مع مراته كيولي كيحن على الدريات كاملات وكيعطف عليهم.